حوالي الساعة 3:30 من العصر اليوم بدأت أعداد كبيرة من الجرحى بالتوافد على المستشفيات، وكانت هذه الجرحى مصابة بشكل أساسي بانفجار بأجهزة اتصال بيجر كانت حاملتها. الأعداد اللي وصلت على الطوارئ كانت أعداد كتير كبيرة، وكان واضح أنه هي بمختلف المناطق. حتى الآن سجلت غرفة العمليات الطوارئ الصحية بوزارة الصحة العامة أكثر من 2800 جريح، حالة تقريباً 200 منهم هي حالة حرجة استوجبت إما إجراء عمليات جراحية أو إدخال على أقسام العناية الفائقة. وسجل كذلك سقوط عدد من الشهداء، العدد لهلأ 8 شهداء بما فيهم طفل عمره 8 سنين بالبقاع. Amalot.